ازيكم يا جماعه، انا النهارده جاي اتكلم معاكم على موضوع لذيذ جدا، هو البالانس شيت. انا عارف ان انتوا لما تسمعوه هيبقى في اللي هيبقى يسيب الفيديو دلوقتي ومش عايز يكمل. البالانس شيت ديت او الميزانيات، انا عارف ان هي موضوع دمه تقيل والناس ما بتحبش تبص فيه، لكن الموضوع هناخده بمنتهى البساطه. هو بالظبط عباره عن ايه اللي انت تملكه وايه اللي انت عليك، وات اي او اند وات اي اون، ايه اللي تملكه وايه اللي عليك. الموضوع في منتهى البساطه. هنقول مثلا على المثال الشخصي وعلى مثال الشركات. على المثال الشخصي مثلا هنقول ان انت عندك بيت وان انت واخد عليه مورجج او قرض من البنك لمده 20 سنه. البيت ده انت مسدد فيه لغايه دلوقتي 1,000,000 وهو ثمنه 5 مليون مثلا. يبقى انت تملك 1,000,000 وعليك 4 مليون. يبقى انت عباره عن الميزانيه بتاعتك بيبان فيها انت ليك ايه وعليك ايه. طيب دايما المحاسبين بيحبوا ان هم يسجلوا الحاجه مرتين بحيث ان ده بيساوي ده دايما. خلينا ناخد مثال الشركات بمنتهى البساطه. الميزانيات بتنقسم الى assets او اصول وliabilities، الحاجات اللي عليك. بمعنى لو انت خدت قرض من البنك انت زودت الاصول بتاعتك بالكاش اللي هو 1,000,000 القرض اللي انت خدته، وزودت الحاجات اللي هي عليك او الدين اللي عليك او الالتزام اللي عليك بمليون، فبالتالي ده هيساوي ده. طيب الاصول بتنقسم الى كاش او اصول ثابته زي العمارات والفلل والشقق والاراضي، وفلوس لو ليك برا عند حد دي برضو تعتبر من ضمن الأصول، أو بضاعة عندك ما تبعتش لسه تعتبر برضو أصول. أما الحاجات اللي عليك اللي هي liabilities أو الالتزامات، فهي بتنقسم إلى التزامات قصيرة الأجل بتاعة short term لمدة سنة، أو long term اللي هي أكتر من سنة. إزاي الاتنين بيساووا بعض؟ يعني سؤال يعني طول عمر الواحد بيسأل ومش قادر يفهمه، لان زي ما قلنا المحاسبين بيسجلوا الحاجه مرتين دايما. لو انت خدت قرض من البنك زي ما قلنا هتزود الكاش بمليون وهتزود الالتزام عليك بمليون. لو انت اشتريت بضاعه من بره هتزود الاصول بتاع وما دفعتش فلوسها لسه، هتزود الاصول بتاعه البضاعه بمليون مثلا، وهتزود الفلوس اللي عليك بره اللي انت المفروض تدفعها بمليون، فده هيزيد بمليون وده هيزيد بمليون. طيب افرض انت اشتريت البضاعة دي من فلوسك الخاصة ومش من فلوس استلفتها او مش من فلوس لسه هتسددها، يبقى هتيجي في الجزء بتاع الاصول اللي فوق، بص معايا، هتيجي تروح مزود البضاعة بمليون ومنقص الكاش بمليون، يبقى ده كنسل ده، نفس الحكاية. طيب افرض انت اشتريت عربية، هتروح شاري العربية دي مسجلها كأصول العربية ديت ب 500,000 مثلا، وعليك دين للبنك نفس الحكاية زودت ب 500,000. فكل ما بتزود ده بتزود ده، وكل ما بتنقص هنا بتنقص هنا، فالاتنين ماشيين مع بعض بصورة مستديمة. فكرة ايه البالانس شيت؟ البالانس شيت هي فكرتها كلها انها تديك صورة فوتوغرافية لوقت معين من السنة للحالة الصحية بتاعت الشركة. يعني معناها انت بتيجي تشوف في 31 ديسمبر او في 30/6 او في 31/3 على حسب البلد وعلى حسب هم بيشوف الميزانيات امتى، بتيجي تبص على حال الشركه في الوقت ده. الاسيتس قد ايه؟ الاسيتس دي بتنقسم الى زي ما قلنا كاش، اكاونت ريسيفبل، فلوس لك انت بره لسه ما جمعتهاش، انفنتوري، حاجات انت بضاعه عندك لسه ما بعتهاش. وبعدين بتخش على لو عندك اسيتس فيكست زي اصول ثابته، اراضي، بيوت، عمارات. وبعد كده بتخش على اللايبيليتيز، الالتزامات زي ما قلنا قصيره الاجل او بعيده الاجل، اقل من سنه او اكتر من سنه. الاثنين دول بيدوك صوره صحيه للشركه ديت وضعها عامل ازاي. هل الشركه ديت شركه ناجحه؟ هل الشركه ديت شركه قويه؟ طبعا ده ناقص ده، ده موضوع تاني بقى بيساوي بعد كده البروفيت والمكاسب زائد الشير هولدرز اكويتي او الشير هولدرز اللي موجودين صحاب المشروع حاطين قد ايه. مش مهم النقطه دي الاول، بس المهم انك تفهم البالانس شيت نفسها والصوره بتاعتها عامله ازاي. اتمنى يكون الشرح ده عجبكم، ولو عجبك شير وسبسكرايب ونشوفك ان شاء الله على خير.